هاي الغراض مال البيوت مال المناطق. طبعا كل خانه تصير حسب المحله والزقاق والدار. يجون اهل البيت يشوفون غراضهم هنا وياخذوها. ماكو واحد يجي ياخذ غراضه بكيفه. هذا الرف مال البيت خاص يعني تصير غراض مالته. تكملون الترقيم وتدخلون الناس مو؟ اي لازم بهالشكل. في انا بنص الحرب. شنو السريالية؟ هذا نظيف حافظنا عليه قدر الامكان. ايش حركه هذا ثقيل؟ اي هواي اكثر من واحد يعني ان شاء الله. شوفي هنا الغراض كلها محطوطه ومحتفظين بيها.